ثمانية أسباب شائعة لوفاة طائرك. أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمالك الطيور هو فقدان طائر أليف. لسئل حتى موت الطيور الأليف أحيانا فجأة دون أي سبب واضح. إذا ما هي بعض الأشياء التي قد تتسبب في موت الباج فجأة؟ لكن فضلا وليس أمرا، شاهد الفيديو بالكامل وإن استفدت لا تنسى دعمي باللايك وأن تشترك بالقناة. رقم واحد، يمكن أن تحدث العدوى بين الطيور الأليفة بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكن أن تحدث في نمو البكتيريا في حاوية ماء طائرك لأنك لم تستبدلها لفترة من الوقت، ويمكن أن يكون أيضا جرحا مفتوحا أو خدشا مصابا بالعدوى من الأوساخ أو أي شيء آخر قد يسبب التهابات مثل لعبة مصدأة على سبيل المثال. الرقم 2، يعد انحسار البيضة أحد أسباب الأكثر شيوعا في حالة وفاة طائرك فجأة. حتى لو لم يكن طائرك شريك فقد يظل مرتبطا بالبيض، يعني انحسار البيض ببساطة أن طائرك أنتج بيضة وانحشرت بداخلها مما يجعلها تختنق نتيجة الإجهاض. بالإضافة إلى الأعراض الأخرى، يمكنك معرفة أمر طائرك بأنها مرتبطة بالبيض إذا كانت فتحة التهوية والبطن متورمة قبل موتها. رقم 3، منتجات تنظيف العطور ومزيلات العرق وحتى الطهي باستخدام مقلاة غير لاصقة يمكن أن تسبب الموت المفاجئ للطيور. يمكن أن نفقد الباجي بسبب الأبخرة السامة، وعلينا دائما تجنب تعريض طيورنا الأليفة للسموم الضارة المحتملة. الطيور هشة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتسمم. رقم 4، إذا كنت قد تركت طائرك داخل غرفة شديدة الحرارة أو في مكان به أشعة الشمس المباشرة دون أي تهوية فقد يكون هذا سبب موت الطائر. على الرغم من أن الببغاوات أو الباجي غريبة بشكل أساسي بحيث تستعمل أجنحتها للتهوية، إلا أنها تحتاج إلى مياه تهوية وبقعة باردة مضللة للذهاب إليها متى شعرت بالرغبة في ذلك. رقم 5، إذا كان طائرك معتادا على العيش على نظام غذائي لا يتكون من الخضروات والفواكه والأعشاب والمواد المعدنية أو الكالسيوم ولم يأكل إلا بذورا طوال حياته، كان من الممكن أن يكون سبب وفاته. يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن إلى ضعف الجهاز المناعة، مما يعني أن طائرك يصبح أكثر عرضة للأمراض. رقم 6، لن يكتشف العديد من المالكين الذين يفقدون طيورهم الأليفة بسبب التسمم أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي الحصول على التشخيص المناسب من الطبيب البيطري. إذا اعتاد طائرك على نقل الألعاب المعدنية أو لعق قضبان القفص المصدأة التي يعيش فيها فقد يكون هذا سبب وفاته. رقم 7، السكتة القلبية هي حالة شائعة تحدث نتيجة لنقص التغذية عندما يمر طائرك بسكتة دماغية، فإنه يبدو متذبذبا أو أخرقا مع التواء الساقين والرأس وشل جانب واحد من الجسم. عادة ما يكون النظام الغذائي السيء هو سبب السكتة الدماغية أو القلبية، خاصة نقص فيتامين باء وهاء. رقم 8، الشيخوخة يمكن أن تقتل طائرك فجأة. بعض الطيور تعيش لأعمار طويلة للغاية في بعض الأحيان تفوق أصحابها، لكن البعض الآخر يعيش فقط لمدة 3 أو 5 سنوات حسب النوع. غالبا ما تتسبب الشيخوخة في موت الطيور الأليفة لأن أجسامها وأعضاها أصبحت هزيلة وغير مقاومة لأي مرض ببساطة.